صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. لن تصدق أبدا ما يحدث من إنسانية بشعة وأمور عجيبة ورهيبة. الإخوان المسلمين بتركيا يدعمون من؟ إبراهيم عيسى. دعم إخوان تركيا لإسرائيل وليس غزة. فجر يتجاوز أي منطق، أو زي ما بقول فجر يتجاوز أي منطق، عفوا تتنطق فجر، تتنطق فجر، تتنطق حاجات كتير أوي. تل أبيب تستقبل 4500 طن من الخضروات والفواكه التركية. تركيا بتدعم إسرائيل، بتبعت فواكه وخضروات لمين؟ لإسرائيل. كشف الإعلامي إبراهيم عيسى عن وصول سفينة تركية محملة بالخضروات والفواكه إلى ميناء حيفا لسد حاجة إسرائيل، ومضيفا خلال تقديم برنامج حديث القاهرة المذاع عبر فضائية القاهرة والناس: السفينة لم تكن لدعم سكان غزة. وفضح الإخوان قائلا: هؤلاء هم الذين يوجهون النقد لسياسة مصر. وتابع: كما يطالبون القاهرة بفتح المعبر ويتظاهرون أمام السفارات المصرية بالخارج ومزايدات وتشويه بمصر وفي حكامها. كما أضاف: إنما عادي تركيا تبعت سفينة عليها 4500 طن من الخضروات والفواكه لإسرائيل، موضحا: تمثل الطماطم 80% من هذا الشحن. كما أوضح: ويأتي هذا الاستيراد كخطوة لسد النقص في الإنتاج الزراعي الذي عانت منه إسرائيل جراء الأضرار التي لحقت بالعديد من المناطق الزراعية خلال الحرب الأخيرة مع قطاع غزة. وتابع ساخرا: أخي إخوان تركيا اللي بيحكموا اتخذوا موقف حاسم انتصارا للشعب الفلسطيني، وهو إرسال الطماطم لإسرائيل. واستنكر هذه الازدواجية قائلا: إنما إحنا يتظاهروا على السفارات بتاعتنا ويهاجمونا، إحنا مصر حكومة وشعبا. وواصل: بعتوا صلصة، الصلصة حق للشعب الإسرائيلي، مشددا دعم إخوان تركيا لإسرائيل وهو فجر يتجاوز أي منطق. كما علق عيسى على عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل، وقتلت خلالها مدنيين من بينهم أطفال ونساء وعجائز، لتعلن إسرائيل الحرب وتقتل الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. وقال عيسى: لابد أن تمثل المقاومة الشعب الفلسطيني وليس مقاومة تختطف هذا الشعب وقراراته. وتابع أيضا: المقاومة لازم تكون مسؤولة وحكيمة، يعني لما تنفذ عملية عسكرية ومن الممكن تكون ناجحة ومبهرة، تكون تعرف تداعياتها وأثرها وتكون مستعدة لهذه النتائج. وقال: من مقاومة يجب أن تحمي الشعب، لكن الموجودة تتعامل مع المدنيين على إنهم أرواح تذهب هباء. وتابعوا على رأي الشاعر الفلسطيني العظيم محمود درويش التي قال: يحبونني ميتا، في إشارة إلى تمرير حركة حماس لمقتل الآلاف الفلسطينيين، ويعاني سكان غزة من نقص الوقود والمياه الصالحة للشرب. كما أن العديد من مستشفيات القطاع على وشك إعلان الخروج عن الخدمة، ما يجعل حياة المصابين في خطر، حيث القصف الإسرائيلي متواصل ردا على عملية حماس. عفوا عفوا صديقي، يا من تواصلون إبادة أطفال غزة، عفوا، لماذا لا تعملون بوصايا المسيح السامية التي تدعو لمحبة الأطفال؟ يا من تواصلون قتل وإبادة أطفال غزة، ألم يحذركم المسيح من قتل الأطفال؟ ألم يقول لكم: من أعصر هؤلاء الصغار المؤمنين بي فخيرا له أن يربط في عنق حجر الرحي ويغرق في لجة البحر. فلماذا تكابرون وتتعمدون إبادة الأطفال في غزة؟ ألم يقول لكم: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا، هكذا أنتم أيضا هم بهم، لأن هذا هو الناموس والأنبياء. ألم يقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغوطيكم، وصلوا لأجل الذين يسوون إليكم لكي تكونوا أبناء أبيكم التي في السماوات.
أم إنكم تكابرون وتتعمدون مخالفة كل تعليمه لكي يتم ما قاله لكم لكي يأتي عليكم كل دم زكي سبق على الأرض من دم أبيل الصديق إلى دم زكريا ابن برجي الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح وقد قتلتم حتى الآن أكثر من 2000 طفل في غزة كل ما قاله المسيح لكم تحقق فلماذا تكابرون وتوصلون جرائم الإبادة بحق أطفال غزة؟ كان تحذير المسيح لكم شديد وحازم عندما قال لكم من أعصر أولئك الصغار المؤمنين بي فخير له أن يربط بعنقه حجر الرحي ويغرق في لجة البحر بل طلب من الجميع أن يعودوا أبرياء مثل الأطفال عندما قال الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات بل دعا العالم إلى محبة الأطفال وقبلهم قائلا من قبل هذا الولد باسمي يقبلني ومن قبلني يقبل الذي أرسلني لأن الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما وحذر أيضا من قتل الأطفال قائلا وقال إنه ليست مشيئة أبيكم الذي في السماوات أن يهلك أحد أولئك الصغار ودافع أيضا عن الأطفال فقال أما قرأتم قد أنه من أبواب الأطفال والرضعان هيأت تسبيحا ودعا إلى عدم منع وصول الأطفال إليه قائلا دعوا الأولاد يأتون إليه ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات ودعا إلى عدم احتقار الأطفال فقال انظروا لا تحتقروا أحد هؤلاء الصغار فلماذا تكابرون وتتعمدون عدم العمل بوصاياه رغم أن التاريخ أكد كل ما قالوا ما قال المسيح تحقق فلماذا تكابرون لقد قال لكم المسيح يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراقها تحت جناحيها ولم تردون لأنكم كنتم تردون جبارا قطالا للناس وفي حين وصفه أطول الملائكة قائلا وعلى الأرض السلام وتحدث عن خراب الهيكل قائلا أما تنظرون جميعا هذه الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض وقد فعل الرومان ذلك 73 للميلاد عندما نقضوا الهيكل حجر حجر ظنا منهم أن بين الأحجار ذهب ولذلك حذركم من جمع المال فقال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون وقد سرق الرومان كل ما كنستموه لمئات السنين والسبب أنكم تكابرون ولا تعملون بوصايا المسيح وقال لكم أيضا هو بينكم يترك لكم خرابا والحق أقول لكم إنكم لا ترونني حتى يأتي وقت تقولون فيه مبارك الآتي باسم الرب وقد تحقق ما قالوا لكم 70 الميلادية عندما خرب تيتس الروماني الهيكل وما زال هيكلكم خرابا ولم تستطيعوا بناؤه رغم احتلالكم لأرض منذ 75 سنة وحتى الآن وقال لكم أنتم من أب واحد هو إبليس ذاك كان قطالا للناس منذ البدء ولم يثبت بالحق لأنه ليس به حق لأنه كذاب وأب الكذاب وبصراحة تاريخية كله قتل وحروب ومجازر والسبب أنكم لا تعملون بوصايا المسيح وحينما قال لكم أحبوا أعداءكم وقال لكم سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وقد حملكم سفك دماء الأبرياء فقال لكم لكي يأتي عليكم كل دم زكي سبك على الأرض من دم أبيل الصديق إلى دم زكريا برجي الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح لقد كان المسيح دقيقا ومحقا بكل ما قالوا عنكم وأثبت التاريخ صدق ما قالوا لكم وهذا يؤكد الإعجاز والعلم بالإنجيل أما أنتم فقد وصفكم قائلا لأنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون ولا يفهمون صدقت يا سيدة كل ما قلته عنهم احذروا من قول المسيح لا تدينوا لا تدان بدأ المسيح الإصحاح السابع من الإنجيل ومتى وأعظم آية للإنسانية عندما قال لا تدينوا لكي لا تدانوا لأن بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي بها تكيلون يكال لكم ولذلك احذروا من تيتس آخر قادم عليكم ولا تنسوا تحذير لكم من قتل الأطفال وإراقة الدماء ومواصلتكم الجرائم بحق الأبرياء ستتعرضون لمثله لأن كلامه دقيق وصائب ويتحقق والغريب أنكم ألقيتم حتى الآن على غزة 12,000 طن من القنابل والصواريخ وما يوازي القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما في اليابان
وللأسف الدولة التي صنعت القنبلة النووية واستخدمتها مرتين ضد الشعب الياباني هي نفسها التي قدمت لكم أحدث القنابل المحرمة دوليا لمواصلة إبادة أهل غزة. وقريبا في الحرب العالمية الثالثة سنرى ردا ربما من روسيا أو من الصين أو من كوريا الشمالية على هذه الدولة التي تأسست على جماحهم الهنود الحمر وبردت العقوبات على الشعوب وقتلت الملايين منهم من في اليابان وكوريا وفيتنام وأفغانستان والعراق والصومال ولبنان وفلسطين. ولذلك لا تستغربون حينما تروا أمريكا تتعرض لهجوم، وهنا سنقول أن المسيح صادق عندما قال لأنه بالدينونة التي بها تدينون تدانون وبالكيل الذي به تأكلون يكال لكم. هذا ما قلناه لكم أحبائي وأعزائي، لكم مني كل الحب والتقدير. الرئيس السيسي يتفقد إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء إجراءات تفتيش حرب الفرقة الرابعة المدرعة بالجيش الثالث الميداني بالسويس. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي. ولكن بالرغم من كل ذلك إلا أننا ندعو من الله أن يهدئ الأمور العجيبة التي تحدث من إسرائيل. اليهود هؤلاء هم الذين قتلوا وعذبوا وسبقوا بوجهه ولطموه، إنهم لا يعرفون الحق ولا يعرفون ما هو الصدق. وهذا هو اليوم 15 من الشهر المبارك باب أحسن الله استقباله وعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء وإطمئنان مغفور الخطايا والأثام من قبل مراحم الرب. في مثل هذا اليوم من سنة 405 ميلاديا استشهد القديس بندليمون من مدينة نيقودوميا. كان أبوه يعبد الأصنام ولكن أمه كانت مسيحية، وقد أدباه وعلماه صناعة الطب واجتمع بقس اسمه أرمولاس فعلمه حقائق الإيمان بالمسيح وعمده وبلغ في الفضيلة مبلغا عاليا، وأجرى الله على يديه آيات عظيمة من ذلك أن إنسانا أعمى قصد ليداويه طبه فرشم على عينه علامة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس فبرأت عيناه وعاد إليه بصره كاملا. ولما اتصل بالملك خبر شفاء هذا الأعمى استحضره وسأله عن كيفية برأ عينيه، فأعلموا أن القديس بندليمون إبراهما بوضع يده عليهما وقال باسم الآب والابن والروح القدس، ثم أقر أمام الملك أنه مسيحي فضرب عنقه في الحال وأمر باستحضار القديس بندليموس وسأله عن معتقده فأقر أنه مسيحي. فلطفوا بأنواع كثيرة وأعطاه بمواعيد جزيرة فلم يغير اعترافه، ثم أغلظ له الخطاب وهدد بأنواع العذاب فلم يتزعزع، فعاقبه بعقوبات شديدة في أيام مختلفة طارة بالضرب والتعليق وأخرى بالإلقاء في البحر والنار. فكان السيد المسيح يظهر له في شكل أرميلوس القس الذي كان قد عمده وعلمه حقائق الإيمان، وكان يقويه ويسير معه كأنه يشاطره كل عقوبة تقع عليه. وبعد ذلك أمر الملك بضرب عنقه، ولما تقدم إلى المكان المعد لذلك صلى وابتهل إلى السيد المسيح، فسمع صوتا من العلاء يبشره بما أعد له من النعيم السماوي، وقد سمع الجند أيضا هذا الصوت فآمنوا في الحال وتقدموا إلى الملك وأقروا بالإيمان بالسيد المسيح. فأمر الملك بضرب أعناقهم أيضا فضربت شفاعة الجميع تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم أمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، أتمنى لكم الخير والسعادة والأمل والفرح. يا رب اجعل مصر خير، اجعل مصر السلام، اجعل مصر أحن الأمم على جيرانها وعلى شعب فلسطين. نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونطلب الصلاة من أجل غضب قداسة البابا تودروس بابا وترك الكرازة المرقصية. شكرا أحبائي أعزائي، كل صباح جميل على كل إخواتنا المسلمين وأحبائي وأشقائي المسيحيين، كل عام وأنتم بخير وسلام الرب يكون معكم آمين. لا تنسوا اشتراككم بالقناة ودعمكم، شكرا لكم أحبائي وأعزائي، أشكركم.